السلام عليكم، سميتي إشراق الشهاب، خريجة جامعة الأخوين. اليوم جينا باش نقدموا جامعة الأخوين في الملتقى الأول ديال طالب مدينة تيفلت اللي كتنظموا تيفلت، جمعية تيفلت يونغ ليدرز. اللي بغيت نقول للطلبة كاملين اللي غادي يجيو واللي ما جاوش هو أنه جامعة الأخوين عندها ثلاثة ديال لي فاكولتي أو الكليات: سكول أوف بزنس أدمنستريشن أو إدارة الأعمال، سكول أوف هيومن ريسورسز أند ديفلوبمنت هي لي غوسورس هيومان، ولا فاكولتي دانجينيوري ولا كليات الهندسة بشتى أنواعها. اللي بغي نقول لهم بأنهم يجيو يحضروا هنايا باش يعرفوا معلومات أكثر اللي ما كيعرفوهاش على الجامعة، ماشي بحال اللي سول حسن اللي ما جاش. صافي، هادشي اللي نقدر نقول لكم. اللي بغى يقرا في جامعة الأخوين ياخذ الباك ديالو بيان سور، يقدر يدخل بأي معدل. المهم أنه إلا بغى المنحة كتعطى من 30% حتى 75 حتى 100%، تكون لا مونسيون حسن من 14 الفوق، ويدوز لو جينيرال ادميشن تيست أو لو تيست جينيرال دادميسيون، يدوزوا في الجامعة عندنا. لو تيست كيكون فيه ثقافة عامة، شوية ديال الرياضيات، شوية ديال الهندسة، يكون الطالب عارف بزاف ديال المعلومات. خصو يجيب فيه واحد المعدل اللي هو مزيان، زائد يدوز لو توفل أو لا هو توفل تيست اوف انجلش از ا فورين لانجويج، هو التيست ديال الإنجليزية كيدوز في الجامعة النيت، حتى هو خصو يجيب فيه واحد المعدل باش يقدر أنه يحصل على المنحة. المنحة كتقدر تشمل الدراسة كاملة ديالو خلال السنة كاملة، ويمكن لها تجدد كل عام بالنسبة سا ديبون يعني ديال على النقط اللي هو كيجيب كل سيمستر. عفوا.